FM. الكلمة ليك. كود كور. العادة الكود كور هي كود كور وكود جول فرد وقت معناتها تمشي لزوز أطراف. الكود كور تمشي دي بلاد أفريقية اسمها غينيا الاستوائية اللي مؤخرا عفات التوانسة من التأشيرة هذه كله لباس ومن أمريكا، لكن الخبار كالعادة ما تعديش من غير تنبير وحجرة واستهزاء من عند التوانسة. اي نعم، من عند التوانسة ببلد أفريقي كما غينيا الاستوائية. شدوا عندكم يا سيدي الأرقام يا جماعة اللي تنبروا على غينيا الاستوائية. نسبة النمو في غينيا الاستوائية أكثر من 9%. سي بون، سمعتوا مؤخرا دشنت مشروع كبير لأكثر من 150 ألف مسكن ومشاريع بنية تحتية ومستشفيات، هي في المرتبة الرابعة في استقطاب الاستثمارات الأمريكية. في ماي اللي فات رئيس غينيا قرر منح السعوديين المستثمرين تسهيلات خاصة في لقاء مع رجال أعمال سعوديين. السعودية اللي هي السعودية وصفت غينيا أنها تستوعب على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الأخصب في أفريقيا. السعودية خدمت مخطط سميته الرؤية السعودية 2030، والهدف هو تحقيق الأمن الغذائي في إطار الاستثمار في أفريقيا. شوف اللعب وين وصل بخلاف السعودية. عندك الصين، عندك إسرائيل، عندك أمريكا، عندك فرنسا اللي تلوج لهم على سواق أفريقية. حسيلو خايف لا يطبق علينا المثل الفرنساوي اللي يضحك يضحك الاخراني. كود كور كاب اف ام. الكلمة ليك.